لو ما تعرفش هيتم تشغيل خدمة التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية. الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل استعرض 10 سيارات كهربائية تاكسي مقرر تشغيلها تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وده اعتبارا من يوم الأربعاء اللي جاي لتوفير وسائل نقل آمنة وذكية وصديقة للبيئة لخدمة المواطنين داخل العاصمة الإدارية الجديدة. ومن المقرر تشغيل 145 سيارة كهربائية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية، والمنتظر تشغيلها بأعلى مستوى للأمان للركاب، لأن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS، وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي سوبر جت، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد ليها صوت ولا انبعاثات للعوادم. وأضافت الوزارة في بيانها أن حجز السيارة هيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، واللي هيتم إطلاقه من أول يوم تشغيل السيارة، وبها إمكانية الدفع بطريقتين، يا إما عن طريق الكاش أو الكريدت.